أنا الابن الوحيد لعائلتي، سأحترم العادات وسأتزوج بالتأكيد فتاة من عشيرة كلايدزي. سيكون من الجميل أن أكون حرة وأخرج كبقية الفتيات، لكن عادات عشيرة كلايدزي لا تسمح بذلك. تريفوديتسي بلدة صغيرة في جنوب شرق بلغاريا يقطنها 1000 نسمة. هنا تعيش ماريا البالغة من العمر 21 عاماً مع والديها وأخويها. ماريا فتاة من الروما ذات أصل خاص. إنها واحدة من قرابة 18,000 شخص يمثلون عشيرة كلايدزي، عشيرة مصلحي الأواني النحاسية. جاء عم ماريا ميتكو وزوجته روزي مع ابنهما تيني للزيارة. بديهياً هم أيضاً من عشيرة كلايدزي. سافر والدا ماريا للإقامة لدى أقربائهم لبضعة أيام بمناسبة ولادة حفيدهما. لذا ستختبر ماريا هذه السنة مع أقاربها الحدث الأكبر في حياة الفتاة الكلايدزية، سوق العرائس في باتكوفو. يخطط تيني ذو 17 عاماً أيضاً للبحث عن عروس في السوق، ويرجى أن تجذب ماريا نظر زوج مستقبلي ثري. ماذا علي أن أرتدي عند ذهابي لباتشكوفو؟ لا أعلم، ما الحذاء الذي سترتدينه؟ لا أدري. ارتدي الثوب الآخر لنرى. ارتدي حذاء مفتوحا بكعب عال. جربي هذا الفستان لنرى. لا أدري، ربما ذلك جيد أيضا. أم هل تفضلين شراء شيء جديد من سوق أزينوفغراد؟ أجل، لنذهب إلى أزينوفغراد ونلقي نظرة. تلك هي عادتنا، يجب أن نرتدي ثياباً جديدة في كل مرة. الجميع متحمسون لتجمع باتشكوفو، تستعد كل الفتيات لهذا الحدث. في الحقيقة نحن ننتظره طوال العام. تكاد لا توجد أمام ماريا فرصة أخرى للقاء الفتيان. يخشى والدها كثيراً من أن تفقد عذريتها، وإلا لن يتزوجها أي رجل كلايدزي أبداً. حصلت ماريا على شهادة إنهاء مرحلة التعليم الأساسي في سن 16، وهذا ليس مألوفاً لفتاة من الروما. يقرر والدها اليوم مصير حياتها، وسيتولى هذا الأمر فيما بعد زوجها المستقبلي. نريد أن نكون متحضرين، لكن العادات لا تسمح لنا بذلك. إذا ذهبنا لمرقص بدون علم أهلنا وعدنا للبيت في الثانية أو الثالثة فجراً، فسنكون في ورطة كبيرة. قد ينهرني والدي بشدة لأني خرجت من دون إذن، فذلك ممنوع وقد يطردونني من البيت. هل سنذهب للسوق في أزينوفغراد أم لا؟ لماذا تأخرتي؟ كفي عن التزين، أنت جميلة بدونه. ستجدين زوجاً، هيا بنا. في السابق تنقلت عشيرة مصلحي الأواني النحاسية الكلايدزية في جنوب بلغاريا. كانوا يصلحون ويطلون الأواني بالقصدير خصوصاً النحاسية منها. وحالياً أيضاً يعمل العديد من الكلايدزيين في وظائف نظامية ويعيشون في منازلهم الخاصة. يقدر تعداد العشيرة ب18,000 تقريباً. إنهم يحبون التباهي بثرائهم النسبي مقارنة بجماعات الروما الآخرين، وذلك عبر اقتناء سيارة ألمانية الصنع. نحن الكلايدزيين منتشرون في كل أنحاء بلغاريا، ستجدنا في كل إقليم، يامبول، سارازاغورا، هاسكوفو، فارنا، بورغاس وسيلفن. نحن مبعثرون مثل طيور اللقلق.
يبدو أن الكلايتزيين منفتحون إزاء كل ما هو جديد. التواصل باستخدام الهاتف الذكي أو عبر الفيسبوك هو أمر مفروغ منه بالنسبة للصغار، ويسمح للنساء الشابات أيضاً بارتداء ما يريدنه، لكن ربما يحصل هذا ببساطة لأن أذواق الرجال قد تغيرت. من الأفضل أن ترتدي الفتيات الملابس المعاصرة، يجب أن يرتدين الفساتين والأحذية العصرية والتدانير القصيرة. أحب منظر المرأة المتحضرة التي ترتدي إكسسوارات مزينة بالأحجار البراقة مثلاً، ويجب أن تكون تنورتها قصيرة لأتمكن من رؤية ساقيها. الثياب التي ترتديها أمي مثلاً غير واردة بالنسبة لي، إذ إن فساتينها وتدانيرها فضفاضة، لا أريد أن تكون زوجتي من النمط القديم. عند اختيار الشريك فقط يكون الكلايتزيون محافظين للغاية. يحصل الزواج ضمن العشيرة فقط. يجب أن يدفع الرجال لأهل العروس مبلغاً يتراوح بين 1,000 و10,000 يورو. كلما كانت الفتاة أجمل وسمعتها أفضل كان المبلغ أعلى. يختار تيني ووالده أيضاً ملابس جديدة للحدث الكبير. انظري لهذا، ما رأيك؟ روزي، هل تظنين أن ذلك سيناسبك؟ أنت عريضة كبوابة الحظيرة، بوابة حظيرة كبيرة، انظري لنفسك. كل التنانير هنا تناسب النحيلات، كيف سترتدين واحدة؟ لا أمانع ارتداء الملابس العصرية، فربما قبل 10 أعوام فقط تغيرت طريقة الفتيات في ارتداء الملابس كثيراً. حين كنا صغيرات لم نرتدي أي سراويل قصيرة، كنا نرتدي التنانير الفضفاضة هكذا بمحيط 4 أمتار. لو وجدت تنورة ضيقة تناسبني فقد أرتديها، لكني سأشعر بالحرج. لم أكن لأسمح لها بارتداء ذلك، مستحيل. سأشعر بالحرج أيضاً إذا خلعت غطاء رأسي. وجدت ماريا أخيراً فستاناً جديداً. هذه ليست المرة الأولى التي تذهب فيها لسوق العرائس، لكن يجب أن ترتدي ثوباً جديداً كل عام. يعتبر هذا أيضاً من المطالب العرفية. تقع هاتشيفو على بعد 4 كيلومترات من منطقة سكن ماريا. تناول الإفطار في منزل عائلة تينشيف. ستعد روزي الخبز الفرنسي المحمص. تيني، أنا جاهزة، يمكنك أن تبدأ، لكن كن حذراً. تأكد من ألا تكون الشعلة كبيرة جداً. يسخن تين القدرة باستخدام الموقد الخاص بوالد ميتكو. من شهر نيسان إلى تشرين الأول تحلو الحياة في الخارج تحت الشرفة. تستخدم عائلة تينشيف المنزل للنوم فقط. سيتم افتتاح سوق العرائس السنوية بعد أيام قليلة فقط. سأتفقد هاتفي، حسناً؟ أجل، افعل ذلك. كما تعلمين يا روزي، فقد تغير الزمان. كنا في السابق نلوح لبعضنا البعض، نبتسم ونقول مرحباً يا حبيبي. الآن يكتب الفتى ما يريد على هاتفه، وكان ثمن العروس في الماضي غالياً، 15 أو 30 ألفاً. دفعت 30 ألف ليف من أجل روزي. فعلاً ذهبنا لوالديها وسألتهما إذا كان بإمكاني الحصول عليها بهذا المبلغ. تزوجنا عام 1988. اليوم يقع كل سكان المدن في الحب عبر الفيسبوك، غير معقول، لكن هذا ما يحصل الآن. انظري لما يحصل في الفيسبوك. تكون المرأة لديها 3 أولاد لكنها تحادث رجلاً آخر، بل وتقع في غرامه. لكن ما من فائدة للرثاء؟ تيني يستخدم الإنترنت على مدار الساعة، يرتب مواعيد للقاء أصدقائه، وأحياناً لمقابلة فتيات لسنا من عشيرة كلايتزي. يتواصل حالياً مع شابة بلغارية لا تعرف شيئاً عن عادات عشيرته. يمكن أن نكون مجرد أصدقاء، لكن لن تكون العلاقة جدية أبداً. ف
فأنا ابن وحيد. لو كان لدي شقيقان أو ثلاثة، لو كان لدي عدة أشقاء في العائلة، لربما كنت تزوجت هذه الفتاة، لكنني الابن الوحيد لوالدي، لذا سأحترم التقاليد وسأتزوج بفتاة كلايتزية. سأفسر ذلك. إذا أرادت ابنتي الزواج من شخص من خارج عشيرتنا، فسأفعل أي شيء لمنعها، بصرف النظر عما إذا كان من عشيرة روما أخرى أو بلغارياً. ببساطة هكذا هم رجال جيلنا، لن تسمح لي شخصيتي أبداً بتقبل ذلك، لا أستطيع تحمل الأمر. ولو أراد ابني الزواج بفتاة أخرى مهما كان جمالها، فلن أسمح له بذلك. ليس لدي أولاد آخرون، وأريد المحافظة على التقاليد. لو كان لدينا 5 أو 6 أولاد، فربما كنت سأقبل بامرأة غريبة. قد يصدر الناس إشاعات ويقولون ميتكو لا يملك المال، لم يتمكن تين من العثور على عروس كلايتزية، أو لا يريد اختيار أي واحدة من العشيرة. سيكتشف الناس أن تيني قد تزوج امرأة غريبة، وسيذكرون ذلك في كل فرصة. ستارا زاغورا مدينة ريفية وسط بلغاريا يقطنها 140,000 نسمة، 15,000 منهم هم من الروما. كما هو العرف يعيشون في حيهم الذي يقع على أطراف المدينة. لا يمكن وصفها بأنها أحياء عشوائية، فالعديد من الروما يعيشون في ظروف أسوأ، لكن معدل البطالة هنا يصل إلى 80%. في قلب هذا الحي يقع مكتب منظمة عالم بلا حدود غير الحكومية، يرأسه غانشو إلييف وهو من الروما. يقوم هو وفريقه بدراسات اجتماعية ويقدمون اقتراحات حول كيفية مساعدة الأقلية. لا يقبل الروما عروضاً مثل تدريب الشابات أو السكنى في مبان سكنية مجهولة الهوية. عدد الكلايتزيين قليل جداً، لكن غانشو أيضاً يركز على هذا القسم من مجتمع الروما أكثر فأكثر. يشكل الكلايتزيون مجموعة صغيرة نسبياً، لكنها تتمتع بخصائص ثقافية مميزة جداً. لقد حافظوا دائماً على العرف المتزمت بالزواج من مجتمعهم فقط. من المهم للمرأة أن تكون عذراء عند الزواج، وذلك له تبعاته. لسوء الحظ، كشفت دراساتنا عن العديد من الأمراض الوراثية، منها اضطرابات الجهاز العصبي المحيطي والصرع وضمور العضلات. مناقشة لخطة العمل. المنظمة غير الحكومية توثق الحالة الصحية لروما ستارا زاغورا. ترافق غانشو مساعدتان طبيتان، زفيزدا من الروما أيضاً. لقد عينها غانشو لأن النساء المحترفات والحازمات هن استثناء في كل عشائر الروما، وهذه الصفات ليست موجودة بين نساء عشيرة كلايتزي مطلقاً. حسب خبرتنا، الكلايتزيون هم المجموعة الأصعب التي لم نتمكن من الوصول إليها، فهم فعلياً يرفضون أي آراء خارجية. أعتبر طريقة تعاملهم مع المرأة تمييزاً ضدها، تمييزاً مزدوجاً. تتعرض النساء للتمييز أولاً من خلال دورهن في العائلة، وثانياً لأنهن غير قادرات على لعب دور فعال في المجتمع. ومن غير المقبول في القرن 21 وفي عصر التكنولوجيا الفائقة تقييد النساء بهذا الشكل، لدرجة منعهن من إكمال تعليمهن الأساسي واكتساب أبسط المهارات للمشاركة في سوق العمل. بينما يشعر روما ستارا زاغورا بالقلق، تبدأ المشاكل الحقيقية بالظهور. الشوارع التي تم تشكيلها بدون إذن تخطيط غير مربوطة بشبكة المياه أو شبكات الصرف الصحي، وقد أدى الفقر وتعاطي المخدرات إلى انتشار التهاب الكبد والإيدز والسل. حوالي 15% من كل الروما الموجودين هنا يعانون من أحد هذه الأمراض، وليس هناك تأمين صحي لأي أحد منهم. لقد أرسلت البلدية حافلة تقل طبيبتين لأخذ عينات الدم.
جانشو ومساعدتاه يشجعون المواطنين على الخضوع للفحص، فالناس يعرفونهم ويثقون بهم. عودة لبلدة هاتشيفو الصغيرة، يعزز ميتكو في منزله هو وروزي العرف الأول الذي يعطي للعشيرة اسمها. لم يتمكن الكلايتزيون من منع انقراض مهنة إصلاح الأواني النحاسية. اليوم نادراً ما يطلب من ميتكو إصلاح أو طلاء قدر نحاسي بالقصدير. يقوم أولاً بتنظيف الوسخ والسخام بحمض الهيدروكلوريك. حين كنا صغارا كنا نصلح هذه الأشياء كأواني القهوة والمقالي والغليات. كنا نفعل كل شيء بأيدينا. لم تكن الآلات الموجودة حاليا متوفرة حينها. كنا نعمل كل شيء يدويا باستخدام المطارق والكماشات، وكان هناك عمل لكل واحد منا بغض النظر عن أصلنا. كنا أيضا نذهب إلى السوق معنا الغليات والتنكات والقدور ونبيعها. كان النجاح حليفنا دائما. الوضع اليوم أصعب بكثير. في السابق كنا نسافر من قرية لأخرى. كنت أصعد لمنزل أحدهم ببساطة، أقدم نفسي وأسأل إن كان هناك أي أوان بحاجة لترميم، ثم أقوم بعملي. كان هناك الكثير من العمل لنا. اليوم 3% فقط من دخلي يأتي من العمل في إصلاح الأواني. لقد رمى الناس معظم أوانيهم النحاسية. ما زال القليل منهم يستخدمون المقالي والقدور النحاسية لإعداد الأجفار مثلاً. نحن الكلايتزيين مستعدون للبحث عن العمل. إذا لم يكن لدي عمل مثلاً لخمسة أيام، فسأركب سيارتي وأتجول في القرى بحثاً عن عمل. فعلياً اضطر كل رجال قرية كلايتزي للعمل في مجالات أخرى. إنهم يقومون اليوم بتركيب المزاريب، وهو عمل يستغلون فيه معرفتهم بالتعامل مع المعادن. هذا يساعد ميتكو على إعالة أسرته، لكن هذه ليست وظيفة أحلامه. إذا اكتفيت من العمل في إصلاح الأواني فبالتأكيد لن أعمل على الأسطح. لو وقعت من سيعيل زوجتي وأطفالي. لا أتمنى عملاً كهذا لأي شخص. يدرس تيني علم إدارة الغابات. يود أن يصبح حارساً في حديقة وطنية. موقفه من العمل على الأسطح غير متشدد لأنه ليس مجبراً على فعل ذلك. سأقرر في الوقت المناسب إن كنت سأعمل في هذا المجال أم في إدارة الغابات. في الواقع أريد أن أتمكن فقط من إعالة أسرتي وكسب النقود وشراء الملابس. لا يهمني طبيعة العمل طالما أنه يعود علي بالنقود. لقد أتى اليوم الكبير للكلايتزيين. ستفتتح سوق العرائس يوم أحد في أواخر الصيف. تنطلق عائلة تنشيف لتقل ماريا ابنة أخيه. ثم سينطلقون جميعا إلى دير باتشكوفو في جبال رودوب على بعد 50 كيلومترا. تقام سوق العرائس السنوية في ساحة اصطفاف سيارات عند سفح معبد وطني أرثوذكسي. يتفقد الجميع سلفاً مظهرهم لآخر مرة وهم في الطريق. هذا جزء من الطقوس.
نحن نساء عشيرة كلايتزي نحب التزين. لقد كنا منذ الأزل نستخدم المساحيق ونتزين بعناية لتبدو بشرتنا فاتحة بقدر المستطاع، ثم نذهب للتجمع في باتشكوفو لكي يرانا الآخرون. هكذا نفعل جميعنا. أهم شيء لنا أن نضع مساحيق التجميل. كل واحد يريد زوجة بشرتها فاتحة اللون، فذلك أجمل. هذا هو السبب. بدأت الفعالية. يصل الكلايتزيون من كل أنحاء بلغاريا، وقد يصل عدد الروما القادمين إلى هنا إلى 5000 شخص. يتمتع ميتكو وعائلته بسمعة حسنة كما يبدو من طريقة الترحيب بهم. الاحترام يساوي الكثير من المال. لن يتعين على تيني دفع مبلغ كبير لعروس أحلامه، لكنه لم يجدها بعد. لا أحد يعرف بالتحديد متى أو كيف نشأت سوق العرائس. يقول كبار السن إن التقليد هذا يعود لأكثر من 100 عام، لكن تواعد الكلايتزيين المسبقة للقاء هنا هو بالتأكيد أمر حديث نسبياً. لم تصل الفتيات التي تعجبني مواصفاتهن أكثر. تواصلت معهن عبر الفيسبوك وقلنا إنهن سيأتين إلى هنا، لذا لا أزال أنتظر. سوق عرائس الكلايتزيين هي مزيج من بورصة مغازلات ومواعدات سريعة مصرح بها، وتقام كل عام في آخر يوم أحد من شهر آب. يتم تحديد التاريخ والمكان، كل شيء آخر يحصل بشكل عفوي. لا يتجاوز عمر أصغر الفتيان والفتيات 15 عاماً. يسمح للشباب من الجنسين في هذا اليوم فقط من السنة بتبادل النظرات وبالمغازلة. إذا كان الرجل مغرماً، وهذا يكفي مبدئياً، يقوم بتقديم عرض لوالدي عروس أحلامه، ويتبع هذا مفاوضات مطولة. بعدها فقط يمكن أن يحصل الزواج. تسأل امرأة كم ادخر من النقود لأجلها؟ يقول الكثير، لكن كم يبلغ هذا الكثير؟ لا يريد الشاب أن يجيب. أحد أفراد الجماعة يريد معرفة المبلغ المحدد. يقول الشاب ممازحاً 100 يورو. 100 يورو فقط؟ إنها ليست بتلك البشاعة، تقول المرأة. كم ادخر من المال فعلاً؟ ادخر في الحقيقة 10,000 يورو. الفتاة التي أعرفها لم تحضر. لقد خططت في الواقع لأراها هنا وأخطفها. أحضرت سيارة أهلي المرسيدس خصيصاً لأقلها فيها، لكنها بقيت في المنزل. لماذا تخطفها؟ ألم يكن بإمكانك الذهاب لمنزلها وطلب يدها؟ يريد والدها أن أدفع مبلغاً كبيراً. في الواقع يحاول بعض الرجال إغواء عروس أحلامهم في سيارة أو في الغابة، وإذا فقدت الفتاة عذريتها يحصل عليها بلا مقابل، لأنه لن يقبل بها أي رجل آخر. لأن والد ماريا لا يستطيع الحضور اليوم، فقد تولى ميتكو مسؤولية سلامتها. هذا العام لم تنشط سوق عرائس باتشوفو جيداً، فبدلاً من آلاف الزوار وصل بضع مئات من الروما فقط. هناك إشاعة بأن هناك عصابة قومية من راكبي الدراجات النارية قد أغلقت الطريق الرئيس. يقول لهذا لا يوجد الكثيرون هنا، ونحن سنرحل الآن أيضاً. تقول إن المكان كان مكتظاً في العام الماضي، حتى صديقاتها لم يجئن. لكن ماريا لا تزال تنتظر عرضاً للزواج. في السابق إذا كان العرض مرتفعاً جداً كانت النساء الكلايتزيات يجبرن على الزواج. إذا حاول الأهل فعل ذلك اليوم فقد تهرب ابنتهم. بالرغم من أن حياتها كربة منزل تبقى مخططاً لها مسبقاً، إلا أن ماريا يسمح لها على الأقل باختيار زوجها بنفسها. الإشاعة حول عصابة راكبي الدراجات صحيحة. تنتشر الأخبار على الفيسبوك بسرعة البرق. هناك خوف من أن تقتحم العصابة سوق العرائس، وبالتالي انفضت السوق. لقد كان هناك قليل من المغازلة، لكن لم يكن هناك وقت كاف للمفاوضات الجدية. لقد قابلت بعض الأصدقاء،
لكن لم يأتي الكثير منهم. أردت فعلاً أن أستمتع اليوم. أشعر بخيبة أمل كبيرة. لم أجد أي فتاة تعجبني. لم يكن هناك أي فتاة تسحرني هذه المرة. لكنني سأواصل البحث. ما زلت صغيراً. لم أكمل 18. سأجد فتاة. أنا متأكد من ذلك. أنا الابن الوحيد. لذا سأجد ذات يوم عروساً جميلة. لكن عصابات راكبي الدراجات ليست الوحيدة التي تهدد سوق العرائس. الخطر الأكبر هو الرغبة في تقرير المصير والتي تنتشر بين شباب الروما عبر الهواتف الذكية والفيسبوك. فهذا العرف الكلايدزي على وشك الاندثار وسيصبح جزءاً من التاريخ.